له 60 عام. سيدي كان بعدين اجى والدي بعدين جيت انا والشغل هيك كاين فواكه بالسابق فواكه صار شلل زي هيك هلا طول السنه في اقبال على في الشتاء غير عن الصيف الشتاء عليه شغل زياده الصيف بشكل عليه جيدة بإذن الله خير انت شايف كيف الناس وضع بس ظروف الناس سيئة جدا ما في سيولة مع الناس زي أول ايش مبين قدام عينك انه في ناس بس بيع ما فيش زي أول عن مواد غذائية عطرات مواد غذائية أولية عندك جوز هند جوز كل شيء بلزم رمضان والإفطور والمناسك رمضان كلها موجودة عندنا محل مواد غذائية يعني الحمد لله رب العالمين الإقبال ممتاز من أول رمضان كان في عندنا إقبال ممتاز شكل يومي البيع الحمد لله بفضل من الله يعني في بيع في حركة في أسواق ممتازة طبعا الناس أول رمضان كان في عندها مرحلة من الإكبات بسبب الأسرة الحمد لله رب العالمين انه في اتصال الاسرى الناس طبعا كلها نزلت على الاسواق دخلت في رمضان في نفسيه افضل وفي عندك اقبال ممتاز جدا بالذات بعد موضوع الاسرى انه انفاق اضرابهم الحمد لله رب العالمين هلا اكثر شيء يعني اللي عندك الجوز هذا بيستخدموه للطوائف عندك اكثر شيء الجوز هند عندك شغلات البهارات اللوز الفستق هذه شغلات اوليه بالنسبه للناس في رمضان في عندك كمان انواع العصير زي الخروب الناس بتحب تاخذه وتشتغله يعني تسويه هي بايدها عندك التمر هندي عندك اللوز اللبن الجميد زي هذا يعني في انواع كثيره في اصناف كثيره بقدرش اني اشرح لك اياها كلها الدوام هو طبيعي بالنسبه لنا بنبلش الصبحيات على السفره ومن يعني بنسكر المحل قبل الفطر هيك بنص ساعه ساعه طبيعي لانه احنا مربوطين مع نزله الناس مع حركه الناس نزلت على الاسواق احنا مضطرين ننزل الناس روحت احنا مضطرين نسكر نروح ليش لانه احنا شغلنا مع الناس يعني تجاره مع الناس بيعنا للناس ما في حتى نشتغل مع الا الناس شيء مميز احنا بالنسبه لاهل الخليل هي المقلوبه الناس بتسويها مش بشكل يومي بشكل اسبوعي المقلوبه بتسويها عندك المناسف حلو عندك طبعا الشغلات اللي قلت لك عنها العصير هذه شكل يومي الناس بتشرب عصير في رمضان الحلويات طبعا حال اهل الضفه كلهم مش بس الخليل عندك الحلويات زي القطايف زي الهريسه زي القلاج هذه شكل يوميا الناس بشكل يومي يعني الناس بتشتريها صليت على النبي وبالآخر كل عام وانتم بخير لنا 20 سنة هوني هاي يعني خلالات وسمانة وكل شيء الحمد لله رب العالمين دائما على صورة مستمرة يعني رمضان وغير رمضان هذا شغلنا
النظام بيكون احسن استقبال، احسن من اي نوع، اي بقى اي يعني اي بقى اي يوم، اي يوم في رمضان له بهجته، له سوقه، له كذا هيك اجواء بتلاقيها مزه اول، مزه اول يعني اول كان لها بهجه كثيره، يعني تلاقي العالم على بعضها وتبيع، هيك خفت كثير من شويه، خفت كثير يعني مش شوي، خفت كثير. أنا هون ببيع ألبان، ألبان يعني سمن بلدي، لبن بلدي، جبنة، لبنة، كل يعني جميع المنتوجات البلدية حتى، ألبان، وبيعنا زيت برضو وزعتر، هذا السمن بسويه، اللبنة بسويها، أما الجبنة بجينا من أصحابه، من أصحاب الغنم يعني، بيجيبوا لي كل يوم، يوم بيجيبوا لنا يوم، السمن هذا زبدة بتجينا زبدة تنعجة، إحنا بنطبخها. نطبخها بنسويها زمان عادي. والله يا عمي كل شيء احكي لك الصحيح، يعني مش موقف ولا شيء، لا جبنه وقاعده، لا زمن، لبن الجرجب هذا بنقول عن لبن البلدي برضه، هذا مش قاعدين، هذه اجمالا كل الناس بتاكل فيه هذا الاكل، هذا هو الاكل بشهر رمضان والعزايم والافراح والقصص هذه كلها. في الاول كان يا عمي هوني رمضان قبل ما يجي بجمعتين ثلاثه نعرف انه جاي رمضان، يعني محضرين عنا قبلها بجمعة أو قبلها بشهر كمان، الكل جو إسلامي ديني، جو حلو، الناس كانت، وبعدين كانت الناس تعرف بعض أكثر من اليوم، الناس مش عارف كيف كانوا جاوا، برغم أنهم كويسين ولكن في الأول كانوا أحسن، كانوا أحلى وأحسن يعني بتلاقيهم معشرانية أكثر. اليوم بدي اكل وما حداش متحمل الثاني، العالم بدي اكلها، بجيب فاتوره الكهرباء، فاتوره التلفون، فاتوره المي، مصاريف، بطلع كل ابو بطل تحمل. احنا طول عمرنا بنبيع، زمان رحت ابي نبيع هون في البلد القديمه بالخليه، بس اغلب الاوقات بس في شهر رمضان. ليش في شهر رمضان؟ كيف الجو في شهر رمضان؟ اجواء شهر رمضان هي تختلف البلد القديمه عن الاشهر اللي قبلها، لانها بصير يعني في روحانيه اقبال كثير في البلد القديمه على المنطقه هذه، اما غير رمضان ما بيبقى بسبب اليهود يعني. انا ببلش اقلي من الظهر، اللي بيجي من برا جبل الخليل ومن هون ومن هون بياخذوا معيهم، واغلب شيء قبل الفطره بساعتين زمان. عندي فلافل العادي، وفي بصل وبجبنه، اللي بطلب بجبنه من هون. هذا بس برمضان بتسويه ولا؟ برمضان بس برمضان يعني بايام رمضان على طول الشهر.
ماشي، رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. طبعا كرابيش الحلب هدول، هذا يسمى كرابيش حلب شامي. بنسوي هذه الاطباق بس في رمضان، يعني في هذا الشهر، في قبل رمضان بنسوي اصابع الناس شعبي بياكلوه عشان بيبقوا الافطار وهذا. طبعا هذا لفات الكرابيش بنعملها في قمح، في طحين قمح، طحين ابيض بنخلطه، طبعا قطر زي ما بيعرفوا القطر، سكر ومي وعده نكهات عشان يعطي الطعم يعني الاسكر. كمان في رمضان عليه اقبال كويس، يعني الناس يعني بدل ما تجيب كل القطايف تروح تشتري وتشتري له جبنه وتروح تسوي قطر، لا هذه بياخذوها ونقص. طبعا في بعض من الجهات هون في المحافظه بيقوموا بيدعمونا، يعني بدل ما نبيعها ب 10 شيكل بنبيعها ب 5 في رمضان، بس في رمضان. وكويس الوضع والحمد لله. في رمضان انا يعني بصحى الصبح، يعني بنصلي الصبح وبنقوم بنحضر، يعني بنحضر عندي في المشغل كيف يعني القطر، العجين، المي، كل شيء بنسخن. علينا عليكم السلام. وقبل العصر يعني قبل ما يقدر العصر بنص ساعه بكون بقى اجهز كميات عشان الاقبال، لانه بعد الصلاه الناس بتطلع وبكون بيع سريع يعني ان شاء الله. جدولي بعد الفطور بنقعد ولا بنتسلى احنا والشباب، يعني عندنا هون فيش بحر فيش نهر نروح عليه والحمد لله صابرين، يعني بنروح نتسلى عند ابو الامير بس، نقعد احنا والشباب نسحب لنا نفس ارجيله، نحضر باب الحارة ومفيش بديل ونحضر شوية يعني. من 57 ادوات يعني كلها تموين، كلها تموينيه. حد رمضان في البلد القديمه زي الذهب، اما غير رمضان بتشوف ايش حدا يعني ما نظر اللي يطيح على السوق. زمان وين اليوم يا رجل؟ من زمان غير واليوم غير. بعد الساعة 12 نضل من زمان قاعدين هنا نبيع ونشتري، في 12 في الليل مش في النهار، في الليل لقيت بنصلي العصر بنروح بنشوف ايش حبه. وين كل زمان زي اليوم؟ رمضان والله دائما حلو، يعني واحد عبادة في صلة رحم، تجمع مع الأهل، تجتمع مع الأهل، يعني تزور الأقارب، يعني
زي هي. والله جايين نقصدر يعني، واذا هيك يعني حابين نشتري قطايف شغلات ماشي، ندعم اهل البلد القديمه، لانه انت شايف وضعها كيف حزين يعني، يا دوب العالم بيجوها، لانه ما في، كان فيها سوق ما شاء الله بس يسكر السوق والمحلات اغلبها مسكره، فالعالم بطلت تيجي هون. لا شايف شو هون تحصل هناك مختلفه او شيء يعني الها، يعني بتقدر يعني الها نكهه غير. ليش؟ لانه بلد القديمه يعني. حول الحلقوم من الراحة، اللي هي الحلقوم من الراحة، الشوكولاتة هيك التشكيلات هيك مع شوية تقول زي التوفيت هذه المناسبات. انت بتسويها؟ لا لا، هذه كلها مستورد، كل هذه اللي هي الاشي الراحة، هذه الشغل نابلس، والتوفيت هذه من تركيا من مفهومة. شغلك في رمضان بخلاف؟ كل شغل لها موسمها مية سبحان الله، يعني التوفيت لها المناسبات، الافراح المناسبات، الراحة هيك يعني شغلة على مدار السنة، بس في رمضان بيكون في لها شهوة هيك. هذه المفهومة، هذه العزايم رمضان يعني، هذا عندنا يعني طبع عندنا هون عندنا في الخليل عزايم رمضان يعني، الواحد بيعزم الأصحاب، بيعزم الخوات، بيعزم الأصدقاء، العمام، هذا بتعزم مع بعض. في أكلات معينة بتفضل في رمضان؟ لا لا، سواء رمضان بالذات يعني بده أكلة شيء مهمة يعني، مش حيلا أكلة بتمر على الواحد، لأن يعني كل واحد بيكون صايم بيشتغل يعني 16-17 آخر شيء بده ياكل أكلة يعني محترمة يعني. والله مفهومة، بنفتح الساعة 11 صباحا، بنروح على باب للفطرة بساعة، بنفطر، بنصلي المغرب، وبعدها بنصلي العشاء ونصلي التراويح. والله الأجواء إنها حلوة رمضانية، طبيعتها حلوة يعني، ولطفة والأجواء لطيفة كمان. أفطرنا يعني زي ما بفطر أهل فلسطين، يا مقلوبة يا دجاج محشي. رمضان كل سنة مثل الأيام هذه وإحنا بخير والحمد لله رب العالمين. يما حتى لو النهار صار 16 ساعة بنصومه مش شوب، إحنا بنقول علينا مش شوب، الله يساعد الأسرة داخل الأسرة، هم اللي قادرك الله يكون بالعون، إحنا بألف نعمة والحمد لله رب العالمين. ببيع خيار بندورة كسا والحمد لله رب العالمين. لو بنسوي 100 شيكل أو 50 إحنا بألف نعمة، دي ما بنعشي أولادنا وفيش عندنا أمراض من بوس الأرض والحمد لله رب العالمين. المصاري بروحوا بيجي، أما صحة بلادها ما بتروح بتيجي، أشغالك كويسة والحمد لله رب العالمين. عندك عزومة أو أنا بسوي عزومة أو أخي بسوي عزومة، بيعزم إخوته، بنات إخوته، أولاد إخوته، بيعزم له 300-400 نفر، بيكلفه حوالي 3000 دينار أرضي. عندنا شيء يعني هذا الشيء.
عزومة 200 نفر 300 نفر يعني بدهم 70 80 كيلو لحمة. اللي معاه مقدر بيسوي، ما هوش مقدر، ربنا يقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها.